دكتور بدي أسألك كيف تتم عملية أكسيديشن أوف أسيتيل أسيتير؟ طب خلينا نبلش لأنه صرت بدي أعمل هذا وبعديها بنشوف إذا في أسئلة. تمام؟ لأني تمام. بلشت أسجل. بس خليني أعمل هذا الأوبشن تبع ميوت أول اللاب بارتيسيبنتس. طيب السلام عليكم جميعا. حنبلش طبعا موضوع مهم عندنا اللي هو تكمل تشابتر 17 اللي هو بروستاغلاندينز اند ريليتد كومباوندز. بروستاغلاندينز اند ريليتد كومباوندز، واحنا بنتكلم بتشابتر عنوانه فوسفوليبيدز او كومبلكس ليبيدز او فوسفوليبيد ميتابوليزم. هلا حكينا في المحاضرات السابقه بشكل عام عن الفوسفوليبيدز والجلايكوليبيدز. بدنا نتكلم اليوم عن مجموعه من المركبات بسموهن بروستاغلاندينز اند ريليتد كومباوندز. شو يعني بروستاغلاندينز اند ريليتد كومباوندز؟ يعني مركبات اسمهم بروستاغلاندينز ومركبات قريبه منهم يشبهوهم بالستراكشر. ريليتد كومباوندز يعني اقارب. بروستاغلاندينز اند ريليتد كومباوندز. طب شو هم الريليتد كومباوندز؟ الريليتد كومباوندز واليوكوترينز. اذا صار عندنا ثلاث مجموعات من المركبات، المجموعه الاولى بروستاغلاندينز، المجموعه الثانيه ثرومبوكسينز، المجموعه الثالثه اسمهم اليوكوترينز. اذا بنتكلم احنا بهذا الموضوع عن ثلاث مركبات، بروستاغلاندينز ثرومبوكسينز اند اليوكوترينز. هذول المركبات الثلاثي بنتمين لعائله بنسميها ايكوسانويدز. العيله تبعتهم اسمها ايكوسانويدز. اذا هاي المركبات الثلاثي تنتمي لعائله اسمها ايكوسانويدز. طب ليش سموهن ايكوسانويدز؟ ليش سموهن ايكو؟ ايكو يعني 20. ايكو يعني 20. شو يعني 20؟ يعني هاي المركبات الثلاثه اللي هم البروستاغلاندينز والثرومبوكسينز واليوكوترينز مصنوعات من فاتي اسيد طوله 20 ذره كربون. تمام؟ اذا ليش سموهن ايكوسانويدز؟ لانهن يصنعن من فاتي اسيد طوله 20 ذره كربون. طب شو هو الفاتي اسيد اللي طوله 20 ذره كربون؟ احكينا عنه المره الماضيه، نشوفه هون. لا هذا بالشابتر 17 اللي هو الاراكيدونيك اسيد. لو نرجع على شابتر 17، نرجع على شابتر 17 بنلاقي احد الفاتي اسيد اسمه اراكيدونيك. شابتر 16 سوري، فاتي اسيد طوله 16 ذره كربون. خربطت. فاتي اسيد طوله 20 ذره كربون اسمه اراكيدونيك اسيد. شو ماله هذا الاراكيدونيك اسيد؟ رمزه 20 نقطتين 4 5 8 11 14. شو يعني؟ يعني مكون من 20 ذره كربون، عنده 4 دبل بونز، الدبل بونز جايات بين 5 و 6 8 و 9 11 و 12 و14 و15 اللي هو اصلا بتصنع من اللينوليك اسيد اذا ذاكرين. ولما شرحناه قلنا لكم اذا ما اخذتش لينوليك بصير الاراكيدونيك اسينشال. وهذا الاراكيدونيك احكينا لكم بشابتر 16 هو فاتي اسيد مهم لانه بنصنع منه مركبات اسمهم بروستاغلاندينز. لانه بنصنع منهم مركبات شو اسمهم؟ بروستاغلاندينز. طيب شو مالهن هذول المركبات اللي هم البروستاغلاندينز؟ بحكي لنا هذول المركبات اول معلومه عنهم انهم اكستريملي بوتنت. شو يعني؟ يعني عندهم قوه كبيره، عندهم فاعليه عاليه. هاي اول معلومه عنهم. اثنين عندهم وايد رينج اوف ريسبونسز. شو يعني عندهم وايد رينج اوف ريسبونسز؟ يعني لهم اعمال مختلفه. وايد رينج يعني اعمال كثير مختلفه عن بعض. هاي الاعمال بتكون باثولوجيكال وفيسيولوجيكال. باثولوجيكال وايش؟ وفيسيولوجيكال. يعني لهم اعمال طبيعيه في الجسم ولهم اعمال بتحدث لما الانسان بنصاب بمرض. اذا لهم اعمال
مهمة في الجسم طبيعية وإلهم أعمال تحدث لما الإنسان بيمرض. هلأ طبعاً منوضح أكثر. هلأ هذول المركبات اللي هم البروستاجلاندينز بيشبهوا الهرمونز، بيشبهوا الهرمونات، يعني عملهم بيشبه عمل الهرمونات، حتى طريقة عملهم بتكون نفس طريقة، يعني الميكانيزم اوف اكشن تبعتهم تشبه الميكانيزم اوف اكشن تبعت الهرمونات. هلأ لكن هل هم هرمونز؟ لا لا، هم ليسوا هرمونز. طب كيف بيختلفوا الإيكوسانويدز عن الهرمونز؟ بحكي لك بيختلفوا عن الهرمونز. أول إشي هم ينتجوا بسمول أماونت زي الهرمونز، تمام؟ لكن بيختلفوا عن الهرمونز إن الهرمونز يفرزوا من سبيشاليزد جلاندز، يعني مش أي خلية في الجسم بتعمل هرمون، لازم تكون الغدد الصماء، الغدد الصماء هي اللي بتعمل الهرمونز. بينما البروستاجلاندينز لا، يصنعوا في ايه؟ almost all tissues. إذن البروستاجلاندينز بتصنعن in sure والrelated compounds اللي هم الإيكوسانويدز بتصنعن تقريبا في معظم الخلايا، لكن الهرمونز وين يتصنعن؟ يصنعن in specialized sure gland. هاي أول اختلاف بينهم وبين الهرمونز. الاختلاف الثاني بينهم وبين الهرمونز إنه they act locally، ال إيكوسانويدز they act locally. شو يعني they act locally؟ يعني بيشتغلن في نفس المكان اللي يفرزن منه، بينما الهرمونز لا، يفرزن من مكان وبمشين بالدم وبروحن وبيشتغلن في مكان آخر. مثلاً الإنسولين يفرز من البنكرياس، بروح على العضلات وبحفز الخلايا العضلية لأنها تعمل شو؟ uptake of glucose. تمام؟ إذن اختلافين بينهم وبين الهرمونز. أول شيء بيشبهوا الهرمونز إنهم قويات جداً يفرزن بكميات قليلة. الاختلافين بينهم وبين الهرمونز إنهم they act locally بينما الهرمونز بيسافروا من مكان لمكان. اثنين إنه الهرمون يفرزن من specialized glands اللي هي الإندوكراين سيستم بينما الإيكوسانويدز يفرزن شمالهن من معظم الخلايا. الإيكوسانويدز كمان معلومة عنهم إنهم they are not sure stored، they are sure not stored، they are not sure، لا يخزنن بالجسم، أعمارهم قصيرة جدا، short half life، أعمارهم مالهم قصيرة جدا، rapidly metabolized to inactive products، يعني يفرزن بيشتغلن وبتكسر. هلا كيف بيشتغلوا؟ الميكانيزم اوف اكشن من خلال بروتين بسموه جي بروتين. شو يعني؟ يعني زي الهرمون، يعني الهرمون بيشتغل من خلال إشي بسموه جي بروتين. بعرفش اذا درستوه في السيل بيولوجي، اذا منكم حدا اخذ سيل بيولوجي، بس يعني مش مهم. المهم نعرف انهم بيشتغلوا من خلال بروتين بنسميه شو؟ جي بروتين، تمام. هلا هذول المركبات لو ناخذ امثله عنهم، في مركب اسمه مثلا بروستاجلاندينز E2، في مركب اسمه بروستاجلاندينز F2 ألفا، عندنا مركب اسمه بروستاجلاندينز I2، عندنا مركب اسمه، خلصنا هذول الثلاثة عيلتهم بروستاجلاندينز. هلأ هذا الرابع ثرومبوكسين E2، هذا الخامس ليوكوتراينز، يعني هذول أول ثلاثة، هذا بروستاجلاندينز وهذا بروستاجلاندينز وهذا بروستاجلاندينز، هذا لا، هذا ثرومبوكسين وهذا ليوكوتراينز، تمام، اللي هم العائلات اللي سميناهم بروستاجلاندينز and sure related compounds. هلا لو نيجي نتطلع عليهم، كلياتهم مصنوعات من فاتي أسيد طوله شو؟ 20 ذرة كربون، اللي هو شو اسمه؟ اللي هو اسمه أراكيدونيك أسيد، تمام؟ هلا بدنا نتكلم عن السينثيسيس تبعهم، بدنا نتكلم عن السينثيسيس تبعهم. السينثيسيس بدنا نبلش بالسينثيسيس اوف بروستاجلاندينز اند ثرومبوكسينز، يعني بدناش نحكي الان عن اليوكوتراينز، بدنا نحكي عن مين؟ البروستاجلاندينز والثرومبوكسينز السينثيسيس تبعهم. شو ماله السينثيسيس تبع البروستاجلاندينز والثرومبوكسينز؟ ليش طيب ما حكيناش عن اليوكوتراينز؟ معناته يعني هون من العنوان نقدر نلاحظ أو نستنتج إنه البروستاجلاندينز والثرومبوكسينز بصر لهم سينثيسيس بنفس الطريقة، بينما اليوكوتراينز يصنع بطريقة مختلفة. ها ركزين معاي؟ إذن ليش بدنا نحكي اليوم عن السينثيسيس، أو الآن عن السينثيسيس of بروستاجلاندينز and the thrombocins، بس ما حكينا عن
السينثيسيس تبع اليوكوترينز، هذا يعني انه البروستاجلاندينز والثرومبوكسينز يصنعن بنفس الطريقه تقريبا، بينما اليوكوترينز له طريقه اخرى في التصنيع، بينما اليوكوترينز له طريقه اخرى في التصنيع. تمام. هلا طب منيش بتصنعن البروستاجلاندينز والثرومبوكسينز؟ كلنا بتصنعن من الاراكيدونيك اسيد. تمام، بتصنعن من ايش؟ من الاراكيدونيك اسيد. والاراكيدونيك اسيد شو رمزه؟ شو قلنا الاراكيدونيك اسيد؟ هيو الاراكيدونيك اسيد شو رمزه؟ خلينا نحطها هين. ها الاراكيدونيك اسيد هو 20 نقطتين فوق بعض 4. تمام، بعديها بنفتح كمان سهم او قوس 5.8-14. هذا الاراكيدونيك اسيد. نيش بتصنع الاراكيدونيك اسيد؟ بتصنع من اللينوليك اسيد، وهذا اتذكر انه هو شو؟ اسينشال فاتي اسيد. اذا بدي هذا اللينوليك علشان اصنع مين؟ الاراكيدونيك. والاراكيدونيك ليش بدي اياه؟ علشان اصنع البروستاجلاندينز والثرومبوكسينز واليوكوترينز. تمام. هلا اراكيدونيك اسيد، طيب اذا بدي انا علشان اصنع بروستاجلاندينز بدي شو؟ بدي اراكيدونيك اسيد. منين بجيب الاراكيدونيك اسيد؟ كمان مره مهم هذا الكلام، منين بجيب الاراكيدونيك اسيد؟ بجيب الاراكيدونيك اسيد من اللينوليك اسيد. طب منين اجيب اللينوليك اسيد؟ اللينوليك اسيد بجيبه من الطعام، لانه اسينشال شو؟ فاتي اسيد. طب هل هناك مصدر اخر بجيب منه الاراكيدونيك اسيد؟ بحكي لك نعم، هناك مصدر اخر ممكن نجيب منه الاراكيدونيك اسيد. منين؟ خليك مركز معي، بدي افرجيك منين ممكن نجيب اراكيدونيك اسيد. منجيب اراكيدونيك اسيد بحكي لك بتيجي على احد انواع الفوسفوليبيد، هذا فوسفوليبيد مثلا. شو الاستراكشر تبع الفوسفوليبيد؟ عندنا جليسرول، فاتي أسيد على ذرة الكربون الأولى، فاتي أسيد على ذرة الكربون الثانية، مجموعة فوسفيت على ذرة الكربون الثالثة، ومجموعة مثلاً كولين ولا سيرين ولا إيثانول أمين زي ما ذكرنا المرة الماضية. شوف شو بيكون أحياناً الفوسفوليبيد فيه، بيكون هذا الفاتي أسيد هذا أو هذا هو أراكيدونيك أسيد. يعني منين بجيب الاراكيدونيك اسيد؟ بقول لك بتروح على احد الفوسفوليبيد اللي موجودات بالخليه بالممبرين ولا بمكان ثاني، وبتيجي بتكسر الفاتي اسيد عنه اللي هو بيكون اراكيدونيك اسيد، وتقوم باستخدام هذا الاراكيدونيك اسيد من اجل صناعه شو؟ البروستاجلاندينز اند ريليتد كومباوندز. تمام. اذا شو المصدر الثاني للاراكيدونيك اسيد؟ المصدر الثاني للأراكيدونيك أسيد من تكسير أحد الفاتي أسيد اللي موجودات على الفوسفوليبيد. طب شو اسم الإنزيم اللي بيكسر الفوسفوليبيد؟ اسم الإنزيم فوسفوليباز A2. شو اسمه الإنزيم؟ فوسفوليباز A2. إذن شو إحنا بنحكي؟ إذن إذا حد سألنا منين بيجوا الإيكوسانويدز أو البروستاجلاندينز واليوكوترينز والثرومبوكسينز، بحكي له بجين أو بنصنع من الأراكيدونيك أسيد. إذا سألني الأراكيدونيك أسيد منين بجيبه، بحكي له الأراكيدونيك أسيد له مصدرين، الأول اللي هو اللينوليك أسيد اللي هو في الطعام إسينشال فاتي أسيد، والمصدر الثاني هو الأراكيدونيك أسيد اللي بيكون بالستركتشر لأحد الفوسفوليبيدز اللي موجودات في الجسم. طيب كيف أكسره الأراكيدونيك أسيد من الفوسفوليبيد اللي بيكون موجود في الخلية؟ بستخدم إنزيم اسمه فوسفوليباز A2. يعني إذا ما عنديش لينوليك أسيد وما صنعتش أراكيدونيك، بقدر أجيب هذا الإنزيم وأروح على فوسفوليبيد وأكسر منه أراكيدونيك أسيد. تمام؟ طيب إذا هون اللينوليك شايفين essential 18-2-9-12 شو بعمل فيه؟ أنا بدي أصنع منه أراكيدونيك. الأراكيدونيك كم طوله؟ 20. إذن ده طول. أول شغلة بعمل elongation. elongation هيها elongation.
2 هذا كم من دبل بوند فيه 2 الاراكيدونيك كم واحد فيه 4 اذا شو بدي اعمل دي ساتوريشن بدي اضيف 2 كربون حيث يصير طوله 20 وبدي اضيف عليه 2 دبل بوندز كمان فبصير الاراكيدونيك اسيد 20 4 20 ذره كربون 4 دبل بوندز 4 دبل بوندز 5 و8 و11 و14 اماكن وجوده تمام اذا الاراكيدونيك اسيد اراكيدونيك اسيد 20 ذره كربون في 4 دبل بوندز الاولى بين 5 و6 8 و9 11 و12 14 وشيء وايش و15 هذا اذا صنعت اراكيدونيك اسيد من ايه من اللينوليك اسيد هاي اول خطوه طب شو بدي اعمل بالاراكيدونيك اسيد بدي اصنع منه بروستاجلاندينز اند ريليتد كومباوندز هلا طلع هون عملت حلقه في الاستراكشر هون الاستراكشر لينير خط هون صار بالاستراكشر شو فيه عندنا حلقه حلقه شو يعني حلقه سايكل والتفاعل احتاج ايه اكسجين اذا بدي احول الاراكيدونيك اسيد لاول نوع من انواع البروستاجلاندينز اللي هو بروستاجلاندينز جي 2 شو استخدمت اكسجين وشو عملت حلقه ولذلك اسم الانزيم سايكلو اوكسجينيز شو اسم الانزيم سايكلو اوكسجينيز او بيختصروا كوكس سايكلو اوكسجينيز او شو كوكس اذا اسم الانزيم اول انزيم بستخدمه لتحويل الاراكيدونيك اسيد لبروستاجلاندينز اسمه كوكس او سايكلو اوكسجينيز مهم جدا هذا الانزيم هلا التفاعل اللي بعده بحول البروستاجلاندينز جي 2 لبروستاجلاندينز اتش 2 هذا الانزيم اسمه بروكسيديز بما انه اسمه بروكسيديز اذا ذاكرين في شيء اخذناه اسمه بروكسيديز في شابتر 13 يحتاج ريديوسد جلوتاثيون ريديوسد جلوتاثيون تتحول لاوكسيدايزد جلوتاثيون اذا بحول البروستاجلاندينز جي 2 لبروستاجلاندينز شو اتش 2 تمام خلص هيك صنعنا البروستاجلاندينز هلا لو اروح اكمل ها ابلش من الاول هون فوسفوليبيد ليش طيب فوسفوليبيد لان قلنا ممكن احصل على الاراكيدونيك اسيد اما من التصنيع من اللينوليك او ممكن اصنع او احصل على الاراكيدونيك اسيد من تكسير الفوسفوليبيد طب شو اسم الانزيم اللي بكسر الفوسفوليبيد اسمه فوسفولايبيز اي 2 أراكيدونيك أسيد شو بدي أعمل؟ بجيب الإنزيم اللي هلأ أخذته كوكس هايو شايفينه كوكس عمل لي بروستاجلاندينز جي 2 كوكس سايكلو أوكسجينيز بروستاجلاندينز جي 2 بعديها بروستاجلاندينز اتش 2 هاي أخذناهن هلأ بروستاجلاندينز جي 2 بروستاجلاندينز شو اتش 2 بعديها شو بعمل؟ بعديها بصنع الأنواع المختلفة من الثرومبوكسينز and بروستاجلاندينز طلع هنا ثرومبوكسينز A2 بروستاجلاندينز I2 بروستاجلاندينز F2 ألفا بروستاجلاندينز E2 طلع جيت على هاي الجهة وصنعت شو بروستاجلاندينز and ثرومبوكسينز هلا هون في طريق ثاني طلع شو بدي أصنع بالطريقة الثانية ليوكوترينز إذن الثرومبوكسينز والبروستاجلاندينز يصنعن من طريق اللي هي على اليمين والثرومب واليوكوترينز يصنعن من طريق ثاني واليوكوترينز يصنعن من طريق شو ثاني أنهم اللي بدهم الكوكس البروستاجلاندينز والثرومبوكسينز هلا لو نيجي نتطلع على الستركتشر هون هاي الأمثلة اللي خدناها قبل شوية شوف البروستاجلاندين في حلقة البروستاجلاندينز F2 في حلقة البروستاجلاندينز I2 في حلقة الثرومبوكسين في حلقة اليوكوترينز فيش في حلقة لينير استركتشر ولذلك هذول اللي هم الثرومبوكسينز والبروستاجلاندينز يصنعن باستخدام انزيم مشهور اسمه كوكس بينما
اليوكوترينز ما بدهم كوكس. ليش اليوكوترينز ما بدهم كوكس؟ لأنهم اليوكوترينز اليوكوترينز ما لهم بدهم مش كوكس. ليش اليوكوترينز بدهم مش كوكس؟ لأنهم لينير ستراكتشر. لأنهم شو؟ لينير ستراكتشر. طيب اليوكوترينز لينير ستراكتشر، شو الانزيم المهم في تصنيعهم؟ لايبوكسوجينيز او 5 لايبوكسوجينيز. هون ثرومبوكسينز واليوكوترينز، سوري ثرومبوكسينز اند بروستاجلاندينز كوكس. هون اليوكوترينز، مين الانزيم المهم هون؟ 5 لايبوكسوجينيز. مين الانزيم المهم في البروستاجلاندينز والثرومبوكسينز؟ كوكس، سايكلو اوكسجينيز. اذا بصنا بروستاجلاندينز جي 2 كمان مره، بصنا بروستاجلاندينز اي 2 بعدي سوري اتش 2 بعديها بصنع الانواع المختلفه من البروستاجلاندينز والثرومبوكسينز، ولذلك هذا الاتش 2 يعتبر زي بيرنت كومباوند لهم، يعني كلياتهم بتصنعن منه فبنعتبره زي ابوهم للبروستاجلاندينز والثرومبوكسين. هون كمان مرة نصنع مين؟ اليوكوترينز. شو الانزيم اللي بلزمنا؟ 5 لايبوكسوجينيز. شو اسم الانزيم اللي بلزمنا؟ 5 لايبوكسوجينيز. هون مين الانزيم اللي بلزمنا المهم جدا؟ كوكس. تمام؟ طب شو بيشتغلين هذول اليوكوترينز والثرومبوكسينز والبروستاجلاندينز؟ نجرب نطلع على أعمالهم المختلفين. مثلا نأخذهم على السريع، كبر الصورة شوي، بعرف شو إذا بتزبط عندكم التكبير أنتم. مثلاً ثرومبوكسين من اسمه ثرومبي، ثرومبي إذا كلوتينج، هذا بيعمل مين؟ أول إشي يفرز من البليتلتس، لأنه البليتلتس هي اللي بتعمل الكلوتينج، بيعمل أجريجيشن لمين؟ للبليتلتس، بيضيق الأوعية الدموية علشان يعمل تخثر للدم ويقلل من تدفق الدم للمنطقة اللي بدنا نعمل فيها الكلوتينج. بيعمل تحريك للكالسيوم وبيعمل كونتراكشن للسموث مسل، بيضغط على شو السموث مسل، كليات العملية علشان نعمل الثرومبوسيس، علشان نعمل تخطر في المنطقة اللي صار فيها الجرح مثلا. طيب المركب الثاني اللي هو بروستاجلاندينز اي 2 او بسموه بروستاسايكلين، شو ماله هذا؟ هذا ينتج من الاندوثيليوم of vessels. شو بيعمل؟ بيعمل عكس هذا بالضبط، يعني هذا بيعمل vasodilation، هذا بيعمل vasoconstriction، هذا بيعمل platelet aggregation، هذا بيعمل inhibition للplatelet aggregation. شو يعني؟ ليش هذول بيشتغلن عكس بعض؟ بحكي لك علشان الدم تبعنا لا يتخثر ولا يتميع، وينحصر التخثر تبع الدم فقط في المكان اللي فيه الانجري. تمام؟ لما بيكون عندنا حاجة للتخثر بتخثر الدم، إذا بده يتخثر الدم هذا بيمنعه، وإذا بده يتجلط الدم هذا بيمنعه، وإذا بده يتميع الدم هذا بيمنعه، إذا بيشتغل شو؟ opposing effect. البروستاجلاندينز F2 ألفا شو ماله هذا؟ هذا بيعمل most tissues بتعمله، بيعمل vasoconstriction، بيعمل contraction للسموث مسل، يعني بيشبه هذا عمله، لكن هذا ملوش علاقة بالتخثر بالعادي، هذا له علاقة بالcontractions تبع مين؟ تبع الرحم. تمام؟ الرحم يعني لما الست ولد بيكون رحمها كبير، لما بينزل البيبي بصير الرحم يرجع لوضعه الطبيعي، بصير يعمل contraction أو بضغط وبشد الرحم. تمام؟ اللي بيساعد الرحم إنه يشد ويرجع لوضعيته الطبيعية هو prostaglandins F2. بروستاجلاندينز E2 أو بسموه بروستاجلاندينز بروستاجلاندينز E2 بيعملوا معظم الخلايا وخاصة الكدني، بيعمل vasodilation يعني بيشبه هذا، بيعمل relaxation للسموث مسل يعني عكس هذا. شو بيستخدموه؟ used to induce labor. شو يعني؟ يعني هذا هو اللي منعطيه للست وهي بتولد، اللي هم نسميه الطلق الصناعي. الطلق الصناعي هو بروستاجلاندينز E2. إذن ليش هذا يستخدم؟ علشان إنه يساعدنا في حدوث شو؟ الولادة. تمام؟ إذن ثلاث أو أربع مركبات أحكينا عنهم وهي وظائفهم المختلفة. هلا لو نروح على الجهة الثانية، شو بدنا نصنع بالجهة الثانية؟ أول مركب بنسمعه اسمه 5-HPETE، هذا اسمه الكامل. الإنزيم المهم عندنا هنا اسمه لايبوكسوجينيز، بدنا نصنع اليوكوترينز A4، اليوكوترينز C4، اليوكوترينز D4، اليوكوترينز E4.
كلياتهن إلهن أعمال مختلفة في الجسم، ينتجن بأماكن مختلفة، بليتلتس، ليوكوسايتس، ماست سيلز، هارت، لنج، فاسكولار سيستم، تمام؟ لكن من أهم وظائف البروستاجلاندينز اللي هي هاي برونكو كونستريكشن. شو يعني؟ يعني هذا وظيفته في الجسم إنه القصبات الهوائية تظل عندك مشدودة، تظل ضيقة. لكن شو ممكن أحياناً يصير؟ بحكي لك أحياناً بعض المرضى اللي مثلاً بصير عندهم التهابات في القصبات الهوائية، بصير عندهم القصبات الهوائية تضيق بكمية كبيرة جداً. ليش طيب تضيقت؟ أو مثلاً أزمة برائحة ظهور ولا غبار بهذا الجو مثلاً، كثير ناس بصير عندهم ضيق نفس. شو اللي بصير عندهم بهاي الحالة؟ بكلك بينتجوا اليوكوترينز بكميات كبيرة، فبصير عندهم ضيق نفس، فلأنهم هذول اليوكوترينز بيعملوا برونكو كونستريكشن. طب شو بدي أعمل أنا بهاي الحالة؟ بروح معطي المريض شو؟ لايبوكسوجينيز إنهيبيتر. شو يعني؟ يعني هاي الأدوية اللي بنستخدمها للآزمة هي بتشتغل لايبوكسوجينيز إنهيبيتر. ليش بتشتغل هاي الأدوية؟ علشان تمنع إنتاج اليوكوترينز. ليش؟ لأنه اليوكوترينز بيعمل برونكو كونستريكشن، فأنا لما بعطي الدواء اللي بيشتغل على اللايبوكسوجينيز معناته أنا ثبطت له إنتاج اليوكوترينز، وبالتالي عملت له برونكو دايليشن بدل ما هني يعمل له شو؟ برونكو كونستريكشن. إذن هاي اليوكوترينز بيعملوا لهم برونكو كونستريكشن، احنا بنعطيه دواء يعمل انهيبيشن لانتاج اليوكوترينز، وبالتالي هذا الدواء بيشتغل على ايه؟ لايبوكسوجينيز انزيم، وهذا يمنع انتاج اليوكوترينز. ولما بنمنع انتاج اليوكوترينز بصير عندنا شو؟ برونكو دايليشن. تمام. طيب هلا لو نيجي على الجهه الثانيه هون كمان مره ونحكي هيك شغله سريعه بدها تمر معنا بعد شوي كمان. طلع اسبرين شو الأسبرين بيعمل؟ تميع في الدم. كيف الأسبرين بيعمل تميع في الدم؟ بحكي لك بيعمل إنهيبشن للإنزيم اللي اسمه كوكس 1. هلا بنحكي شو الفرق بين كوكس 1 وكوكس 2. المهم بيعمل إنهيبشن لكوكس، بيعمل إنهيبشن لمين؟ لكوكس. وإذا عملنا إنهيبشن لكوكس معناته لن ينتج الثرومبوكسين. طب الثرومبوكسين شو بيعمل؟ بيعمل تخثر في الدم. طب إذا ما عملتش الثرومبوكسين إذا بده يميع الدم، وهي آلية عمل مثلا الأسبرين والإندوميثازين والفينيلبيوتازون and many other drugs. تمام؟ إذا الأسبرين كيف بيشتغل؟ شو بيعمل الأسبرين أو البيبي أسبرين اللي بنستخدمه هالأيام كثير لمرضى القلب واللي عندهم مشاكل وصار عندهم جلطات أو عملوا عمليات قلب؟ بنعطيهم أسبرين. شو بيشتغل الأسبرين؟ مميع للدم. طب كيف الأسبرين بيشتغل مميع للدم؟ إذا واحد بيسألنا من كله هو كوكس إنهيبيتر. يعني إذا عندكم أسبرين بالدار روح اقرأ عليه شو مكتوب، تلقى عليه إنه هو عبارة عن كوكس إنهيبيتر. تمام. هلأ بجوز واحد يقول طيب لو أنه عملنا إنهيبيشن لا هون للكوكس وين بده يتضبط هذا، بده يتضبط هذا، هذا يعمل تخثر، هذا يعمل تميع. إذا منعت التخثر ومنعت التميع، بالتالي لن يكون فائدة للأسبرين. هذا بدنا نشرحه بعد شوي. تمام. ليش يعني الأسبرين بيأثر هين بينما الأسبرين ما بيأثر هين؟ تمام. هلأ بس هون في مشكلة. شو المشكلة كمان؟ إنه بحكي لك طب إذا أخذت أنا هذا الدواء بدي أثر على هذا، بدي أثر على هذا، بدي أثر على هذا، بدي أثر على هذا. بالتالي كثير من الأعمال المختلفة المهمة اللي في الجسم بدها تتعطل إذا أنا عملت إنهيبيشن لمين؟ للكوكس. تمام؟ وهذا اللي بدنا نعرفه برضو بعد شوي. طيب هلا إذن عملنا سينثيسز للبروستاجلاندينز H2. قلنا البروستاجلاندينز H2 هو شو؟ البيرنت كومباوند. وحكينا عن الكوكس، وحكينا إنه بيستخدم أكسجين، وحكينا عن الإنزيم اللي هو البروكسيديز اللي بيستخدم ريديوزد جلوتاثيون. تمام. وحكينا أيضا عن البروستاجلاندينز H2 اللي بنعمل منه الأنواع المختلفة من البروستاجلاندينز وإيه والثرومبو إكسينز. تمام. هلا هذا الانزيم اللي اسمه كوكس في منه نوعين،
في عنا COX-1 وعنا COX-2. تمام؟ عنا منه هذا الإنزيم نوعين. Synthesis of leukotrienes. شوي. هذا الإنزيم يا جماعة COX-1 وCOX-2 عنا إنزيمين. هلأ شو COX-1؟ COX-1 بقول لك موجود نفس الإنزيم، هو يقوم بنفس العمل، لكن COX-1 موجود في معظم الخلايا، most tissues عند COX-1. تمام؟ وهذا مهم جدا، المركبات اللي بعملها COX-1 علشان نحافظ على المعدة ونحافظ على الكدني ونحافظ على البليتلت أجريجيشن. يعني هذا COX-1 مهم جدا ومفيد جدا بالجسم، المركبات اللي بعملها مهمة جدا، المركبات اللي بعملها COX-1 مهمة جدا للمحافظة على حالة المعدة والمحافظة على حالة الكلى والمحافظة على البليتلت أجريجيشن، تخفر الدم والصفائح. طيب COX-2 نيجي على الإنزيم اللي اسمه COX-2، بحكي لك لا، هذا موجود في عدد محدد من الأنسجة، قليل جدا، وما بيشتغل إلا لما بيكون عندك activation للإميون سيستم، يعني في المرض. يعني COX-1 بيشتغل 24 ساعة شغال، بيعمل مركبات علشان تحافظ على المعدة وعلى الكلى وعلى البليتلت أجريجيشن. COX-2، COX-2 لا، أول إشي ينتج بكمية قليلة جدا من الخلايا، هاي أولا. اثنين، لا ينتج إلا لما بصير عندنا activation للإميون سيستم. تمام؟ لما بصير بس activation لمين؟ للإميون سيستم. طب شو بيعمل COX-2؟ لما بيكون عندنا infection، بقول لك هو المسؤول عن إنتاج المركبات اللي تؤدي إلى البين، الألم، الحرارة، الحرارة في المنطقة، يعني مش الفيفر، مش حرارة الجسم، إنه لما مثلا منطقة عندك بتلتهب بتشوفها هاي المنطقة صارت زي حارة هيك كثير حامية، بين، هيت، الإحمرار اللي بصير في المنطقة، السويلينج أوف إنفلاميشن، الانتفاخ والالتهاب، والفيفر اللي هي الحرارة العامة تبعت الجسم. إذا COX-1 بيشتغل طبيعي بالوضع الطبيعي، COX-2 بيشتغل بالحالة المرضية. فإحنا لما بنمرض وبصير عندنا pain وheat وredness وswelling of inflammation والفيبر، بنعطي دواء بيعمل COX-2 inhibitor. ليش؟ علشان نخفف من البين ومن الهيت ومن الريدنس ومن السويلينج ومن الفيفر. شو بنعطي؟ بنعطي COX-2 شو انهيبيتر. مش المفروض نعطي COX-1 انهيبيتر. ليه؟ لانه COX-1 ماله مفيد، نواتجه مفيده، نواتجه طبيعيه بدنا اياها. لكن مين المشكله؟ المشكله COX-2. الCOX-2 بيشتغل متى؟ بالمرض، بيشتغل لما بتحفز الاميون سيستم، بيشتغل لم بيشتغل علشان يعملنا بين وهيت وريدنس وسويلينج وفيفر، يعني إشي مش كويس. طب ليش ربنا اعطانا اياه؟ عشان تعرف انه عندك مرض وعندك انفكشن. تمام؟ اذا بدنا نعمل انهيبيشن للCOX-1 والCOX-2. اذا هاي الادويه او COX-2، سوري، هاي الادويه اللي هي الاسبرين والاندوميثازين والفينيلبيوتازون والاذر دراجز، شو مالها؟ هي انهيبيترز للCOX. COX مين؟ COX-1، وبرضه هي انهيبيتر لCOX-2، لأنه COX-1 وCOX-2 بشبهن بعض، بس أنا ما بدي أعمل انهيبيشن لCOX-1، أنا بدي أعمل انهيبيشن لمين؟ لCOX-2، لأنه هو اللي بيتحفز في المرض. تمام؟ أنا بدي أثبت COX-2، لكن المشكلة إنه الأدوية هاي اللي أنا عاملها علشان تثبت COX-2 كمان بتثبت COX-1، يعني هاي مشكلة، ولذلك هاي من السايد إفكتس تبعت الدواء. عشان هيك لما انا بتصير عندي انفكشن معين بروح عند الدكتور، لما بده يعطيني الدواء مثلا بيسالني كيف معدتك، لما بيسالني الدكتور كيف معدتك، يعني انه في بعض الناس معدتهم تتاثر للدواء، معناته بهاي الحاله هو بده يعطيني غالبا او في كثير من الحالات COX inhibitor.
فإذا الكوكس عندي كوكس 1 عندي في المعدة ضعيف وأنا أعطيت دواء وعمل إنهيبيتر كمان لكوكس 1 اللي هو أصلاً ضعيف في المعدة، معناته المواد اللي بدها تحافظ على صحة المعدة ستتأثر، وبالتالي بصير أشعر بآلام شديدة في المعدة. تمام؟ فطوالي بروح بغير للدواء لدواء بيشتغل على آلية مختلفة غير كوكس 1 وكوكس 2. تمام؟ مع إنه هاي الأدوية اللي بتشتغل على كوكس 1 وكوكس 2 فاعليتها عالية، لكن لما دامها بدها تعمل مشكلة إذا بدي أحاول أتجنبها وأدور على إشي ثاني. تمام؟ هلأ لو نرجع حين هون بحكي لك عن كورتيزول، بتسمعوا عن الكورتيزول للالتهابات أنتي إنفلاماتوري ستيرويد. تمام؟ شو ماله هذا الكورتيزول؟ برضو بيعمل إنهيبيشن للالتهابات، بوقف الالتهابات، بمنع الالتهابات. طب وين بيشتغل؟ طلع هون، طلع هون، طلع طلع هون، هذا الكورتيزول مش على هذا بيشتغل، ولا على هذا، ولا على هذا بيشتغل، هون من الراس من النبعة. بقول لك هذا الإنزيم اللي اسمه فوسفوليبيز A2 اللي بده يكسر الفوسفوليبيد ويعطيني أراكيدونيك أسيد، والأراكيدونيك أسيد اللي بده يعطيني هاي الأشياء اللي لها علاقة بالمرض بيثبط من هون من النبعة. لكن هذا الكورتيزول طلع ما أسوأه، ممتاز جدا، فعاليته عالية جدا، لكن شو السوء تبع الكورتيزول؟ إنه بده يوقف لك كل هاي الشغلات. يعني الكورتيزول لما بدك تستخدمه بيأثر على كثير أشياء في الجسم ولذلك بحبهوش. تمام؟ حتى هون طلع في ناس عندهم أزمة والتهابات صدرية برضو بيعطوهم كورتيزول. اللي هلا الأطفال الصغار اللي بصير عندهم مشكلة في التنفس وكذا، التهابات بالقصبات الهوائية، بيعطوهم تبخيرة كورتيزول، صح ولا لا؟ شو بيشتغل الكورتيزول؟ فوسفولايبيز A2 إنهيبيتر، فبمنع إنتاج اليوكوترينز، وبمنع إنتاج البروستاجلاندينز، وبمنع إنتاج الثرومبوكسينز، وبمنع كل هاي الباثوي كلياتها تتعطل، ويبقى فقط مصدر الأراكيدونيك أسيد اللي هو اللينونيك أسيد اللي هو المصدر الآخر. لكن بهاي الحالة احنا قللنا من إنتاج الأراكيدونيك أسيد اللي تم شو إنتاجه في الجسم. إذا هذا هو الكورتيزول. شو هو الكورتيزول؟ هو إنهيبيتر لفوسفولايبيز A2 اللي بيوفر للأراكيدونيك أسيد منين؟ من الفوسفوليبيد. تمام؟ بالتالي بصير الأراكيدونيك أسيد شو ماله؟ not available. هلا الأدوية الثانية اللي حكينا عنها اللي هي زي الأسبرين اللي بتشتغل زي الأسبرين، إندوميثازون، فينيلبيوتازون، هذول كلنا نون ستيرويدال، يعني طبيعتهم مش ستيرويد، بيشتغلين على كوكس 1 وكوكس 2. لكن المشكلة إنه شو بيعمل؟ إن هذول برضو إلهم مشاكل، إنهم بيثبطن اللي كوكس 1 اللي هو أصلا أنا بدي إياه وبحبه. تمام؟ طيب هلا، طب كل الناس بتاخذ أسبرين؟ كل يوم في ناس بتاخذ أسبرين، لكن لو تشوف انه كم كمية الأسبرين اللي بياخذوها هاي الناس، بتلاحظ انه كمية الأسبرين هي كمية قليلة جدا. لو دوز اوف أسبرين، لو دوز اوف أسبرين، علشان ما تأثر على المعدة ولا تأثر على الكلية ولا تأثر على على العمليات المختلفة، على المركبات المختلفة. هلا طب واحد عنده التهابات، انا بدي اعطيه انهيبيتر لكوكس 2 بس ما بدي اعمل انهيبيشن لكوكس 1. صاروا العلماء يدوروا على دواء يعمل انهيبيشن لكوكس 2 وما يعمل انهيبيشن لكوكس 1. لقوا دواء اسمه سيليكوكسيب، اجوا استخدموه لكن وجدوا انه هذا الدواء بيزيد الريسك تبع الهارت اتاك، يعني كل ما تروح تلف وتدور بتلاحظ انه في صار عندك مشكله. اذا شو هو السيليكوكسيب؟ السيليكوكسيب بس بيشتغل على سبيسيفيك انهيبيتر للكوكس 2. ليش دوروا عليه العلماء؟ علشان ما يعملوا انهيبيشن للكوكس 1، لانه الكوكس 1 انا بدي اياه لعمل المعده ولما عمل الكليه وللكلوتينج تبع الدم، ما بدي انا استخدم انهيبيتر له. فراحوا دوروا على انهيبيتر بس للكوكس 2 لكن وجدوا انه هذا الانهيبيتر ماله بزيد الريسك تبع الهارت اتاك بعد ما استخدموه الناس. تمام؟ هلا اليوكوترينز قلنا لكم آلية صناعته مختلفة، الإنزيم اللي بحتاجه 5 لايبوكسجينيز، بصنع المركب الأول اللي هو 5-HPETE وبعديها بصنع الأذر شو اليوكوترينز منه. هلا لو استخدمت أنت أسبرين، بتعمل إنهيبيشن لليوكوترينز؟ لا. ليش؟ لأنه الأسبرين بيعمل إنهيبيشن للكوكس، والكوكس لا يستخدم في صناعة اليوكوترينز. تمام؟
فالأدوية اللي بنستخدمها، شايفين الأدوية اللي بنستخدمها لعلاج الأزمة تشتغل، هي عبارة عن لايبو أكسجينيز شو إنهيبيتر. برضو الكورتيزول بيزبط، قلنا بيزبط الكورتيزول ليه؟ لأنه بيعمل إنهيبيشن لللايبو أكسجينيز، وبالتالي بصير الأراكيدونيك أسيد اللي بصنع منه اليوكوترينز نوت أفيلابل، لكن السايد إفكتس تبعاته شمالها عالية جدا. طيب هلا اذا قلنا البروستاجلانديز مهمات جدا، الثرومبوكسينز مهمات جدا، احنا ما بدنا نعملهم انهيبيشن المهمات، لكن بدنا نعمل انهيبيشن للبروستاجلانديز اللي ينتجن في حاله المرض. هذول المركبات اللي هم البروستاجلانديز والثرومبوكسينز واليوكوترينز زي ما حكينا في بدايه المحاضره انهم لهم اعمال مختلفه كثيره جدا في الجسم، لهم إشي للمعدة، للكلى، إلهم كمان بالأوفيريان فونكشن، باليوترين فونكشن، بالبون ميتابوليزم، بالنير فونكشن، بالبرين فونكشن، بالسموث مسل ريجوليشن، في البليتلت هوموستاسيس، لكن برضو هم اللي بيخلوا عنا إنفلاميشن، هم اللي بيخلوا عنا فيبر، هم اللي بيخلوا عنا الإليرجي. هلأ إحنا هون دخلنا بمشكلة إنه إذا بدنا نثبتهم بدنا نأثر على الأشياء المليحة اللي فيهم، وإذا ما ثبتناهم ماش بده الإنفلاميشن والفيفر والألرجيك ريسبونس عنا يضل. طب شو بدي أعمل؟ بقول لك صرنا نستخدم تراكيز خفيفة من الأسبرين، صرنا نستخدم تراكيز خفيفة من إيش؟ من الأسبرين. طيب هلأ شو يعني تراكيز خفيفة؟ هلأ بنشرحها. هلأ كيف اول إشي هون بيشتغل الاسبرين؟ هون نعطيك فيجر انه يشرح لك كيف الفانكشن تبع الاسبرين. هذا الانزيم كوكس 1 او كوكس 2 بيجي الاسبرين عنده هاي الاسيتيل جروب، تمام، بتفاعل الاسبرين مع الانزيم، بترك الاسبرين الاسيتيل جروب على الانزيم، فبصير الانزيم اللي هو كوكس 1 او كوكس 2 شماله ان اكتيف. هاي اليه عمل الاسبرين. طيب الناس اللي بتاخذ اسبرين، وهي هي النقطه اللي المهمه جدا، الناس اللي بتاخذ اسبرين بيعملوا انهيبيشن، لا احنا بنكون مطلوب الهدف منا انه نقلل من الثرومبوكسينز، تمام، نقلل من الثرومبوكسينز علشان نعمل تميع في الدم، لانه هذول الناس خايفين عليهم يصير عندهم جلطه فبدي اميع لهم الدم. لكن انا كل يوم باخذ حبه اسبرين، كل يوم باخذ حبه اسبرين، كل يوم باخذ حبه اسبرين، طب بدي اضبط الكوكس 1 وبده الكوكس 1 والكوكس 2. هلا الكوكس 2 هو مش موجود لانه هذا الزلمه مثلا ما عنده التهابات الان، فالكوكس 2 مش حيكون شغال، انا طب بس الكوكس 1 وهو مفيد جدا، بده يعمل لي المركبات هاي المفيده اللي مفيده للمعده، مفيده للكلى، مفيده ل، وبيعمل برضه بليتلت بريفنت البليتلت اجريجيشن. ركزوا معي هلا، شو فلسفه العلاج في الاسبرين؟ انا بشرح بهاي اظن السلايد الاخير، السلايد الاخير طلع شو الاليه. هلا الثرومبوكسين اللي هو اللي بيعمل تجلط الدم، فرجيكم اياه، بيمنع تجلط الدم، هذا ثرومبوكسين اي 2 يصنع في البليتلت، يصنع وين؟ في البليتلت. المركبات اللي بتحافظ على عمل المعدة والكلى تصنع بالمعدة والكلى اكيد، اذا الثرومبوكسين اي 2 يصنع في البليتلت. هلا انا باخذ حبه الاسبرين، ركزوا منيح، حبه الاسبرين بتروح على البليتلت تعمل انهيبيشن للثرومبوكسين اي 2، بالتالي البليتلتس مش هتتجلط مع بعض، مش هيصير لها اجريجيشن، مش هتتخطر، مش هتسكر مجرى الدم، وبالتالي بيصير الدم مايع. ليه؟ لكن شو كمان عمل الاسبرين؟ راح على المعده وراح على الكلى وثبط انتاج البروستاجلاندينز اللي مهمات لعمل المعده وعمل الكلى، يعني بده يخرب للمعده والكلى، لكن هذا الاشي لا يحدث. طب ليش لا يحدث؟ الفلسفة كالتالي، انه بحكي لك الاسبرين لما بروح على البليتلت بثبط الانزيم، هلا البليتلت
انيوكليتد. انيوكليتد شو يعني انيوكليتد البليتليت؟ انيوكليتد يعني فيش فيها نواة، يعني عندها هالإنزيم إذا خربته خلص بطل يشتغل الإنزيم، فيش عنه بديل، بالتالي هاي البليتليت بتظل الإنزيم اللي فيها خربان. بينما بالمعدة وبالكلى لما بروح الأسبرين هناك وبثبط الكوكس بخربه، ما بيجي 24 ساعة علشان أخذ حبة الأسبرين الثانية إلا الخلية هاي عاملة كوكس جديد بدل اللي خرب، وبالتالي شغال. ثاني يوم بجيب الأسبرين برد أثبط الكوكس في بليتلت ثانية وبخلية ثانية بالكدني أو بالاستمك أو نفس الخلية، ثاني يوم برجع بلاقيها عاملة بداله. إذا البليتلت بتقدر تعمل ريجي جينيريشن لا نيو انزيم بدل اللي خرب؟ لا. بينما الكدني والاستمك تستطيع انها تبدل او تصنع بدل الانزيم اللي تم تخريبه بالاسبرين. ولذلك هل المعدة تتأثر؟ غالبا لا. هل الكلى تتأثر من حبة الاسبرين اللي باخذها يوميا؟ غالبا لا. مين اللي بتأثر؟ البليتلت. طب ليش تتأثر البليتلت؟ النقطة المهمة اللي هي لأنها انيوكليتد. شو يعني؟ يعني ليس بها نواة، وبالتالي إذا خربت لها الإنزيم لن تستطيع استبداله، لن تستطيع إنتاج شو؟ إنزيم جديد. ولذلك لازم الأسبرين يكون دائما لو دوز. شو يعني لو دوز؟ يعني تركيز خفيف. ليش؟ علشان هلا مثلا اجى واحد بده ياخذ اسبرين بتركيز عالي، مشكله كبيره. ليه؟ لانه الانزيم اللي بدنا نخربه بالمعده وبالكليه كميته بتصير كبيره، اكبر من قدره المعده والكليه على تصنيع انزيم جديد بداله. يعني انت لازم تخرب كل يوم واحد، أنا بال 24 ساعة بكون عامل بدل. إذا خربت اثنين لأني أخذت أسبرين كثير تركيز عالي، بتصير الكلى والمعدة لا تستطيع صناعة شو؟ اثنين في ال 24 ساعة. ولذلك على اللونج ران، على المدى البعيد، بتخرب المعدة وبتخرب الكلى. فاهمين؟ إذا هاي الفلسفة. ولذلك لازم يكون الأسبرين لو دوز، 80 ميلي جرام أو بسموه مثلا بيبي أسبرين، تمام؟ إذا لازم يكون الأسبرين كميته قليلة علشان نسمح، علشان نسمح لمين؟ للمعدة والكلية إنها تصنع إنزيم جديد، بينما البليتلت لأنها ما عندها نواة فبيخرب الإنزيم فيها وبيظلوا خربان لحد ما تموت هاي البليتلت. بعد كم من يوم نعمل بليتلت جديدة بيكون فيها إنزيم جديد، برضو من رد نعمل له شو؟ إنهيبيشن. فلو تيجي على البليتلت بتلقى مثلا كل 10% من البليتلت اللي في الدم شو مالهن؟ الإنزيم اللي فيهن خربان. ليه؟ لأن كل يوم بأخذ حبة أسبرين، كل يوم بأخذ حبة أسبرين، كل يوم. 10% من البليتلتس اللي موجودات بالدم بيكون فيهن شو؟ الانزيم خربان. ويعطيكم العافية. تمام يا جماعة؟ هيك مخلصين احنا المحاضرة. خليها، بدناش نطول عليكم لانه إلنا 50 دقيقة. خلي بكرة ان شاء الله للأسئلة. تمام؟ خلي بكرة للأسئلة. يعطيكم العافية.